بعض الناس يأتي إلى الإمام. عندنا سويت وده إمامي مثلاً. ويقول له أنا مريض تعبان. مريض. أنا يتعامل مياله بطن دكم مياله. أريد أن تدعو لي. لأن يدعو عند التادر قل لي فلقى له إلى وده إمامه. ماذا يصنع الإمام؟ إمامه من إسراء. يقول خلاص عندي. بقى كان يا زند الله هو لنا قال انا ادعو لك لا اشكال من مشكر الا بقى انا ادعو ادرك الله له لا خطا ايه ستتنا ولي لو يقبل لماذا لمن هذا تعليق الخلق بالخلق ايه فطرون كفطرها قال ما يازنه ماذا يجب على الامام من انه امامه ما ملس يالبت يجب ان يقول لهذا لماذا انت لا تدعو لمن انت راسه دعاء من اتادرك يبلو سويون لماذا أنا أعبد الله عنك؟ لماذا أنا أعبد الله عنك؟ يعني أنا أدعو وأنت لا تدعو، الدعاء عبادة. لمن دنو بأنت مكنيتني على أن متجزا، لا أنت سل دعاء لا درجنو. لماذا تتعلق بالخلق؟ لمن دنو كفطران قار قنينة منورة لمن دنو. لماذا لا تتعلق بالخالق؟ قال الله قار لمن قنينة هات فطر براس دعاء لمن أتدرج. قال أنا مسكين. أنا مسكين نجلا. فقير. دهاني. لست بعالم. أنا علي ما يدلهم. نقول هذا من أسباب إجابة الدعاء. إيه سووا دعاء الاستجابة لما أدرك سببنا. أو إذا لديك مانع من إجابة الدعاء أنت. وي أنت دعاء تكبينة دينورو يمي أدر كالكاي نقر كالتر. لازم تفتش عن هذا المانع. إيه من كالكاي وانا نقر دعاء ميكالكرو نقر وجه مفتش على البان. ممكن لديك شرك. كانت زند من ألوات شرك لي. حتى لو دعا لك الإمام. لا ينفعك الدعاء إمامهم كان دعاء بيادرك لي دعاء أختك بين تينورهم شركك هالبك أنت زل رجل قل له سبو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بجنة ما لدنا أوراته ونديهم تيكاته ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم من هالوت قال خلاص خلاص لك الجنة جنة هالله هالوت لا على هالوتن قال أعني على نفسك بكثرة السجود يعني اجتهد وصلي وتعبد وادعو الله خاصة في سجودك حتى تعمل لا تتكل على النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أتمكى ألين أجزن علىهم بمجازات سجود بمادرك ركوع بمادرك صلاة بمسجد نعم سجود بمادرك هو يصلي هو يصلي وفي الصلاة في السجود والسجود فيه الدعاء مستجاب سجود لا دعاء بدم بمادرك مادرك مستجاب صلاة إذا لابد أن نعلق الخلق بمن سلازي سويون كمان قرن ما يهزل لبن بالخالق سبحانه وتعالى فتعالى الله قرن ما قنان يتعلق لبن